يا سحيمي تجهز للفتاوى وانت شيخ من شيوخ المدينة ولقينا مصادركم تساوى الخبر مع سليم ومع جهينا يا سباع على الحر تعاوى من هو اللي جمعكم بالسفينة يا صقر كان ما تبغى الملاوة اترك الشيخ لا تلوي يمينه الله الله لا تمر المريض ليا تشاوى حط لك حاجز بينك وبينه يوم اشوف النجوم اللي تهوى قلت ذي حاجة ما هي بزينة هلوها قلت هذا دواك ولا تداوى يمكن اللي مغوي به قرينة لا تراوي ترى عيب المراوى روح حط اصبعك في وسط عينه الله بعض جورا الزمن ما ينتقاوى سببت له جروحه غرغرينا وابن عياد من دون الشلاوة محتمي دوره الله لا يهينا خلوه أقطع الروس مالي بالمكاوى وانت طلعك شعره من عجينة ليش بالله ما قلت العلاوة يمكن العلم هذا قصدينه